بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبإسنادي إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. هنا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أفرد هذا الباب لحياء النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد ذكر في الباب الذي قبله بابا عاما، قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحياء من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خصه بباب مستقل؟ ليشير الترمذي رحمه الله تعالى إلى فضل هذا الخلق وإلى أهميته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الإيمان إنما ذكر من الشعب الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. لذلك الترمذي رحمه الله جعله في باب مستقل، وذكر فيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البكر التي لم تزوج، ولما تكون في خدرها يعني تكون في سترها في بيتها، ليست مخالطة للرجال، لأن التي تخالط الرجال يعني نوعا ما تسترجل بهالمخالطة، يكون لديها جرأة، ليكون لديها شيء من هذا القبيل. أما العذراء البكر التي لا تخالط أحدا تكون في غاية الحياء. ولذلك سيدنا أبو سعيد لم يقل كان رسول الله حياؤه كحياء العذراء، قال أشد حياء من العذراء في بكرها. فتصوروا أن هذه العذراء، هذه البكر، أصلا النبي ذكر من حيائها البكر أنها إذا استشيرت بالزواج لا تتكلم، لا تصرح. لذلك شو قال عليه الصلاة والسلام عن العذراء، عن البكر؟ إذنها صماتها. فمن حيائها أصلا لا تصرح أنه وافقت ما وافقت، تتزوج أم لا تتزوج. يعني هي صورة من حياء البكر. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في بكرها، في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، يعني يتغير وجهه، نعم، ولا يتكلم، يعني يكون انزعاجه يعبر عنه بوجهه. مر معنا في الحديث رقم 347 إذا بتتذكروا، ما يدل على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل به أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. فهذا من حيائه
صلى الله عليه وسلم أولا، ثانيا من جبر خاطره للناس، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. فإذا هذا يعني من حياء النبي عليه الصلاة والسلام. أصلا سجل حياء النبي الله في كتابه، وأنتم تذكرون الحادثة التي ورد فيها الآية التي تبين كيف كان النبي يستحي لما أولم على السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، أولم عليها ولما دخل الصحابة أكلوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أكلوا يعني ينبغي أن يقوموا، نعم، فلم يقل لهم النبي شيئا، تهيأ للقيام، فرجاهم أنه بده يمشي ولازم يطلعوا معه، فانصرف بعض القوم، انتبهوا، لكن بقي ثلاثة يتحدثون ويسمرون مبسوطين قاعدين، نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تهيأ للقيام، خرج ثم رجع، يعني رأى بعض النساء ثم رجع، لا زالوا يتحدثون ويسمرون، ثم أظهر لهم أنهم يعني حاجة بدنا نمشي كمان، بقوا في حالتهم. تصوروا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لهم شيئا، أدي كان حي النبي، ذكر شايفين الموقف الرائع العظيم، النبي ديان يمشوا، نعم، ومع ذلك لم يقل لهم شيئا، إلى أن يعني بالمرة الثانية بعدها شعروا أنه لازم يمشوا فخرجوا. فهنا نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، إلى آخر الآية الكريمة. إذن الله تعالى سجل صفة الحياء له في كتابه العظيم. ثم قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها قال قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت رضي الله عنها ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حياء النبي في بيته وخلوته، نعم. والحديث طبعا يقول علماء أنه هو ضعيف، لكنه لا يتعارض مع حياء النبي عليه الصلاة والسلام، فمقتضى حياء النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك. لذلك ابن قيم الجوزي رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وهذا من الكتب النفيسة المفيدة، يذكر الحياء ويقول الحياء عشر أقسام، ويتكلم في ذلك كلاما جميلا، ثم يتكلم عن الحياء النبوي بالذات، نعم، ويقول عن حادثة زينب بن جحش والوليمة وكيف أن النبي استحيا أن يقول لهم شيئا، سماه حياء الكرم، كرم نفس النبي، كرم، ما بده يقول لهم طلعوا، لأن مقتضى الكرم أنه يبقوا، نعم، فقال حياء الكرم. تذكروا مر معنا أنه قال له ابتع علي لما طلب منه شيئا وما موجود عنده، قال له اشتري وأنا بحاسبه، قال هذا حياء الشرف والعزة، كلام جميل، نعم. في هذا قال هذا حياؤه في بيته وخلوته صلى الله عليه وسلم. وهذا تذكره السيدة عائشة وهي أعلم الناس بخصوصية النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. نتابع
قال باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حبيب قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو قال إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. أولا نسأل سؤال، طيب ما علاقة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام بالحجامة؟ قد واحد يقول الشمائل فيها أخلاقه وحياؤه وشجاعته إلى آخره، هون ذكر الحجامة، هذا أراد الترمذي أن يذكر هذا ليقول بأن من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يتداوى، فالمراد بذكر الحجامة ذكر تداويه صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك قدوة للبشر للمسلمين جميعا بأن المداواة لا تعارض التوكل، وأن التداوي أمر مندوب ومسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال تداووا عباد الله فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. إذن هنا المراد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى. طيب بأي شيء يتداوى؟ كان يتداوى بما كان معروفا في عصره، ولذلك قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ما هي أنواع التداوي. نعم، لذلك في حديث بأن التداوي في شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار، يعني الكي، وما أحب الكي، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستحب الكي، هذا أمر يعني بده بحث طويل لا نريد أن نخوض فيه، بس المهم أن نعرف أن النبي كان يتداوى صلى الله عليه وسلم. طيب هنا سؤال، لما احتجم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ورد أنه احتجم لمرض به، ولذلك الإمام البخاري في كتاب الصحيح في ترجمة الباب باب الحجامة ماذا قال؟ قال باب الحجامة من الداء، يعني قال ابن حجر أي بسبب الداء. وفي كتاب آخر قال الحافظ البخاري ابن حجر عفوا البخاري عفوا نفسه قال باب الحجامة من الشقيقة والصداع. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لما احتجم احتجم لألم لمرض لحاجة، وهذا كان هو الطب المعروف لديهم. لذلك يقول العلماء هذه الحجامة من سنن العادات، فلو أن أحدا أراد أن يحتجم يعني لأن النبي احتجم يثيبه الله تعالى على ذلك، لكن لا يحتجم إذا لم يكن هنالك حاجة. يعني في ناس بروحوا بيحتجموا ما معهم لا مرض ولا ألم ولا شيء نهائيا، فلم النبي عليه الصلاة والسلام ما احتجم إلا لحاجة دعت إلى هذا إلى هذه الحجامة. فهذا أمر يعني نريد أن نبينه، لأن كثيرا من الناس يبالغون ويهولون بموضوع إيه؟ بموضوع الحجامة، وبيجعلوها بتشفي من جميع الأمراض والداوي من جميع الأوجاع إلى آخره. طبعا لا تنبغي المبالغة ولا التهويل في ذلك، ونقف عند حدود ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فالحجامة كانت استطبابا في ذلك الوقت، وما احتجم النبي إلا لداء، وهذا الذي فهمه المحدثون والفقهاء. طيب طبعا هنا قد يقول قائل إنه سئل أنس عن كسب الحجام،
لأنه ورد بأن كسب الحجام كما ورد في بعض الروايات خبيث، يعني لما بيأخذ الحجام أجرة إنه هذا الأجرة غير مستحبة. يقول العلماء إنه هذه غير مستحبة كراهة تنزيهية وليست محرمة، لأنه بعض الناس داولوا إنه الحجام لأنه عمله من الأعمال يعني شو منسميها ما منقول الدنيئة، هيك بيقولوا هنين، يعني إنه يراد إنه الواحد يشتغل عمل أعظم. فالمهم لما سئل أنس بن مالك قال له نحتجم رسول الله، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، يعني أعطاه أجرته، مو بس هيك، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. شو الخراج؟ كان صاحب أو سيد العبد يطلب منه أن يؤدي له من عمله شيئا من المال، كان هيك يطلب منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من أهله يعني أصحابه أن يخففوا عنه ذلك، يعني إذا أنتم طالبين منه كل يوم يجيب لكم 1000 ليرة مثلا بكفي 500 ليرة وهكذا. فالنبي أحسن إليه لأنه فعل هذا. فهل يقال أنه أجرة الحجام حرام؟ لا، هكذا يعني معنى الحديث. طيب هون في كلام آخر ما بدنا كتير يعني نوقف عنده، ذكره الحافظ ابن حجر إذا بدكم ارجعوا له بفتح الباري، إنه ليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة، عم يربط هذا وبين أهل الحجاز بالذات. نعم، قالوا لأنهم من أهل البلاد الحارة ودماؤهم تكون رقيقة إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن حجر. ولذلك حتى نقل عن الطبري بأنه روى بإسناد صحيح إلى ابن سيرين قال إذا بلغ الرجل 40 سنة لم يحتجم. ليه؟ لأن الحجامة استخراج شيء من الدم قد تورث وهنا، واللي كبر بالسن هو من الأصل يعني صار ضعيفا فقد تزيده الحجامة وهنا. اي نعم، وذكر في مثل هذا الكلام كلام يعني الخبراء وأصحاب الطب في ذاك الوقت، فارجعوا إليه إن أردتم للمزيد. ثم قال الترمذي حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. إذن هذه كلها تدل على أن النبي كان يتداوى بما كان موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الحديث الصحيح رواه البخاري عن جابر قال عليه الصلاة والسلام إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي. ثم قال الترمذي حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. فهذا تصريح بأن أجر الحجام ليس بحرام. نعم، احتجم على الأخدعين يعني في المكان الذي يألمه. نعم، الأخدعان عرقان في العنق يقال، وبين الكتفين يعني بآخر العنق وبأول الظهر، هذا اسمه الكاهل. وورد في بعض الأحاديث أنه احتجم على الأخدعين والكاهل، وسيرد معنا في الحديث الآتي. نعم، هنا يدل على أن النبي احتجم في محل الحاجة. ثم قال الترمذي حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة
عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك؟ فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. نعم، هنا قوله دعا حجاما يعني هو استدعى للطبيب، فهذا كله يدل على أن المداواة مندوبة ولا تنافي التوكل، لأن سيد المتوكلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلمنا الطريق في الحياة وكيف يجب أن نتعامل مع قوانين الله عز وجل. ثم قال الترمذي حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21، كما قلت الكاهل هو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، لذلك عبر عنه في الرواية السابقة قال وبين الكتفين، يعني في مكان الكاهل يعني في الموطن الذي يحتاج إلى هذا الاحتجام. أما ما يتعلق بالتوقيت أنه 17 و19 و21، العلماء يقول الحافظ بن حجر وغيره هنالك أحاديث كثيرة في التوقيت، لكن كثير منها ضعيف بالنسبة إيه للتوقيت. بعضهم يقول التوقيت عين هيجان الدم إلى آخر ما يقال، لسنا بصدد هذه القضية، راجعوها في كتاب فتح الباري وفي غيره. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. ملل هو موضع بين مكة والمدينة، نعم قدره هون محقق الكتاب 35 كيلومتر من المدينة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم على ظهر القدم. يعني إذا بينا كل الأحاديث التي فيها مواضع الحجامة. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سمعتم يذكر أن له أسماء، والحقيقة أن هذه الأسماء هي صفات، والصفة يمكن أن تكون أو تسمى اسماً. لذلك قال أنا محمد عليه الصلاة والسلام وأنا أحمد، وكلاهما ورد ذكره في القرآن الكريم، محمد وأحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو الماحي الذي محى الله به الكفر، وهذا الذي حصل، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يعني يوم القيامة ويطلبونه، وأنا العاقب، العاقب يعني جاء عقب الأنبياء، جاء عقب الأنبياء. ولذلك الشارح قال العاقب الذي ليس بعده نبي. لكن في بعض الأحاديث في مسلم مثلا جاء البيان أنه من الحديث النبوي، ففيه وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، فيكون تفسير العاقب ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، العاقب الذي ليس بعده أحد، يعني هنا العاقب
بمعنى أنه جاء عقب الأنبياء وهو خاتمهم. هذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. إذن كما ترون هذه كلها صفات للنبي عليه الصلاة والسلام. هو نبي الرحمة قطعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونبي التوبة كذلك، لأن شريعة الإسلام جاءت بالتوبة. الشرائع السابقة كان فيها تشديد على الأمم السابقة كما تعلمون دون تفصيل. وأنا المقفي، المقفي هنا بمعنى العاقب، يعني الذي جاء بعد الأنبياء. المقفي هو المتبع للأنبياء الذي يأتي بعدهم. ومنه قوله تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، يعني أتبعناهم بالرسل. فهو عليه الصلاة والسلام المقفي والحاشر ونبي الملاحم، يعني الذي سن الجهاد في شريعته صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. إذن هنا ذكر الإمام الترمذي إسنادا آخر إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه. لا نقف كثيرا عند هذه الصفات، وإلا لو أردنا أن نقف عندها لطال بنا الوقت. باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. شايف هذا مر الحديث معنا في باب ما جاء في عيش أو في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنسختي أنا برقم 153، يعني مر معنا هذا الحديث أنه ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يعني تجدون ما أردتم أنتم في ساعة من العيش. نعم، وعندكم الخيرات والبركات. لقد رأيت نبيكم ما يجد من الدقل. ما هو الدقل؟ هو رديء التمر، يعني لم يجد من رديء التمر ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قد آثر ذلك على نفسه كما سيمر معنا. ثم قال الترمذي: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. يعني مين منا بيقعد شهر كامل ما بيطبخ؟ مين؟ يعني شيء عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، أفضل البشر، سيد بني آدم. لو أراد أن يكون عنده ملك كسرى وقيصر لكان عنده، ولكن كما قال لسيدنا عمر رضي الله عنه حين بكى عمر وتألم لما وجد أثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام، قال: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وأن تكون لنا الآخرة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه الدنيا فانية، ويعلمنا بحاله عليه الصلاة والسلام لا بمقاله فقط،
ألا تتعلق قلوبنا بهذه الدنيا، وأن نكون في هذه القضية بالنسبة للطعام والشراب نتعامل معها بكل يسر وسهولة. كثير من الناس بيروحوا على البيوت بيتقاتلوا مع أهلهم لأنه ما طبخولهم مثلا، أو بيصير بيعملوا مشكلة كبيرة إنه هالأكل ما بحبه يلي عملتوها. يعني اسمعوا، النبي ما كان عنده إلا تمر وماء، مين منا قعد على شهر كامل وفي روايات الهلال والهلالان وثلاثة أهلة ولا يوقد في بيت رسول الله نار؟ نعم. فسألها عروة، ما كان يعيشكم، على شو عايشين؟ قالت إن هو إلا الأسودان، التمر والماء. فاشكروا الله على هالنعم التي نحن فيها، وأسأل الله أن يديم هذه النعم ويعم بها جميع المسلمين بإذن الله تعالى. ثم قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. طبعا هذا الحديث ضعيف بإسناده، إسناد ضعيف، لكن ورد في عند البخاري برقم 4101 من حديث جابر وهو يتحدث عن غزوة الخندق. نعم، يقول: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، معصوب بحجر. طيب هنا لما كان العرب يفعلون ذلك؟ قال: كانت هذه عادة العرب، إذا أصابهم الجوع ربطوا عصبوا بطونهم بحجر. لما؟ يقول العلماء: هذا الحجر أولا هو حجر رقيق، كما قالوا حجار رقاق قدر البطن، يعني مو تصوروا حجار هيك ضخمة مثل شات الأرصفة ولا الكذا إلى آخره، لا، قال حجارة رقيقة قدر البطن تشد الأمعاء. وقال الكرماني وهو أحد مفسري صحيح البخاري، قال: لعله لتسكين حرارة الجوع ببرد الحجر، يعني برودة الحجر بيحط الواحد حجر رقيق على بطنه، الجوع له حرارة له التهاب، إيه نعم، فيطفئ برد أو حرارة الجوع ببرودة الحجر. هذا أحد التعليلات. في تعليل آخر قالوا: إن الحجر يقيم الصلب، لأن البطن إذا خلا ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه، فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوي صاحبه على القيام. يعني هي عادة من اللي كانوا هن معتادين العرب، آنئذ إذا كان يعني صار معهم جوع شديد يجيبوا الحجارة الرقاق، تبو رقاق، وتوضع على البطن بحيث ما له حجم يعني كبير، بدليل شو عرفنا ما له حجم؟ شو عرفنا؟ انه رفعه عن بطنه، رفعنا عن بطوننا، واذ كل واحد حاطط حجر حجر حجر، هون عن حجر حجر، يعني كل واحد من الصحابة حاطط حجر، اي نعم. اما النبي قال لقاهم حجرين، بس هذا ضعيف يعني ما بيصح. أما اللي ورد عن النبي أنه ربط أو عصب بطنه بحجر مثله مثل سائر العرب، وخاصة هون الحديث من رواية أبي طلحة، والحديث الصحيح أنه أبو طلحة رضي الله عنه هو اللي دعا النبي للطعام لما وجد فيه أثر الجوع، والحديث معروف موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. هون في إشكال قد واحد يخطر بباله، أنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يجوع؟ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى النبي عن الوصال، وقالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقيني.
طيب إذا كان يبيت يطعمه ربه ويسقيه، معناته كيف هون قال في جوع؟ شايفين؟ في قد يكون واحد في إشكال، وهذا الإشكال جعل أحد كبار المحدثين، محدث كبير وإمن كان يلي هو ابن حبان، ابن حبان صحيح، عفوا صاحب كتاب صحيح ابن حبان، اي نعم. شو قال ابن حبان؟ قال الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه كلها أباطيل. قال كلها ما مو مزبوطة. طيب شو هي كلمة حجر اجت؟ قال وإنما معناها الحجز، هو فسر الحجز، حجزة مثل الرداء، مثل طرف الرداء، انه رابط بطنه ايه بمثل شو مسميه مشد لحنا اليوم، اي نعم. وإنما هو الحجز طرف الرداء، والله كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل. وما يغني الحجر عن الجوع، يعني إذا حط حجر راح الجوع. فتصوروا ابن حبان قال هذا، فإذا طيب شو حل الإشكال اللي قالوا العلماء؟ في إشكال، ما هيك؟ إنه بيت يسقيني يطعمني ربي ويسقيني، وهون قال كان يجوع النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء حل الإشكال في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعمه الله ويسقيه في الصوم خاصة، في وقت الصيام، لأن الحديث الذي فيه كان يطعمني ربي ويسقيني إمتى؟ وقت الصيام، لما نهاهم عن الوصال. الوصال معلومكم ما هو؟ أن الواحد ما يفطر المغرب، يبقى صائم لإمتى؟ لليوم الثاني، بدون لا يفطر ولا يسحر. فالنبي نهاهم عن ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبقوا على الفطرة وفي حدود يعني القدرة البشرية. فلما صالوا قالوا إنك تواصل، قال لهم أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فيطعمني ربي ويسقيني متى؟ في حال الصيام فقط، إذا ما عاد في إشكال، ما هيك؟ وفي غير الصيام كان النبي يجوع. فهذا هو حل الإشكال بين هذين الأمرين. واللطيف بالموضوع والظريف، وقد الإنسان هذا بدل أنه بينسى، ابن حبان نفسه روى في صحيحه حديثا أن النبي كان يجوع، يعني بصرف النظر عن الحجر، ما له علاقة الحجر ووضع الحجر، بس هذا بدل أنه الإنسان أحيانا قد يسهو وقد يغفل وإلى آخره. وإذا توجه الإنسان لناحية ما بينسى بقية النواحي، بتوجه لقضية بقوة فيغفل عن الأشياء الأخرى. طيب طبعا الترمذي شوفوا أشار لضعف الحديث، قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني من هذه الطريق، يعني بهذا الإسناد. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. فقوله قول الترمذي كان أحدهم يدل على أن هذا كان عادة العرب، هيك كانوا معتادين على هذه القضية. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه، نعم، والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ فقال الجوع يا رسول الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، وكان رجلا كثير النخيل والشجر والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا، أو قال تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات در. فذبح لهم عناقا أو قال جديا، فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا نبي الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوص به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيق. شاف المسايرة ما شاء الله، والفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لهم، إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. شايفين هذا الحديث العظيم كذلك، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يعني يناله هذا الجوع، وكيف انطلقوا إلى بيت أبي الهيثم. وهذا أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله تعالى عنه هو أول من بايع، وكان من أول من أسلم من الأنصار بمكة. له ترجمة رائقة يعني أبو الهيثم ابن التيهان، لا نريد أن نطيل فيها، لكن كان من أوائل من أسلم وبايع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي ذهب إليه، شو بده أحسن من هيك؟ النبي اختاره ليذهب إلى بيته. طبعا هنا لما قوله فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، يزعبها يعني عم يحملها بصعوبة لثقلها، ذا قالوا يعني يتدافع بها ويحملها بثقلها. وهنا يستعذب لنا الماء، يعني جبلنا الماء العذب الظريف. نعم. فلما جاء، شوفوا، جاء يلتزم النبي، صار يعانق النبي عليه الصلاة والسلام ويفديه بأبيه وأمه، يقول له: فداك أبي وأمي يا رسول الله. وفي رواية صحيح مسلم، وهي كان جميلة لو أوردها الترمذي، بس هيك روايته الترمذي، رواية صحيح مسلم أنه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله، الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. في ضيف أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام؟
صار يحمد الله على هذه النعمة، الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. دغري مباشرة بسط لهم بساطا، شوفوا الاهتمام العظيم، وهذا شيء طبيعي. انطلق إلى نخلة فجاء بقنو. القنو هو العذق، العذق يعني غصن من النخيل، مثل العنقود بالنسبة للعنب. العنب يقال عنقود، والنخل يقال عذق أو قنو. نعم. فقال النبي: أنت ليه ما نقيت لنا الرطب؟ قال له: حبيت أن تتنقوا يا رسول الله، أن تنتقي، تخيروا من رطبه وبسره. فأكلوا وشربوا إلى آخر الحديث. هنا طبعا أراد ابن الهيثم أن يذبح لهم شاتان، فالنبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا حرص النبي على ثروة أبي الهيثم ابن التيهان، قال: لا تذبحن ذات در، يعني ذات اللبن. ورواية مسلم: إياك والحلوب، لأنه الحلوب تعطي حليب بشكل دائم ولبن بشكل مستمر، فهذه عادة يعني يضن بها عن أن تذبح. قال: إياك والحلوب. فذبح لهم عناقا، العناق هي الأنثى من المعز الذي لم يبلغ سنة، بيكون لحمه إيه؟ طري، يعني إذا كبرت كبر الضأن بيصير لحمه أشد، وهذا كله من كرم أبي الهيثم، لكن الله أكرمه بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. برواية مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، بأن النبي قال ذلك بعد أن ذبح لهم الشاة فأكلوا من الشاة. شايفين يعني هون في خلاف بالرواية، أن النبي قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه بعد أن أكل من الرطب والماء. في الحقيقة في رواية مسلم: بعد أن أكل من الرطب وشرب الماء وأكل من الشاة، قال بعد ذلك: هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ولعل رواية مسلم أصح من رواية الترمذي، لأنه طبيعي يقول النبي هالكلام إمتى؟ لما انتهى الطعام. بعد ما انتهى الطعام قال لهم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. وهذا هنا في دليل على أن الإنسان حين يكرمه الله بنعمة يجب أن يذكر أنه سيسأل عن هذه النعمة، يعني هل شكرها؟ هل قام بحقها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يترك توجيههم في هذا الموطن. فالداعية إلى الله ينتهز الفرص ويغتنم المناسبات ولا يخلي مجلسا من نصيحة أو من تذكير. النبي ذكرهم، يعني دعالوا أكيد لأبي الهيثم، لكن قال لهم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. ومين معه؟ أبو بكر وعمر. فعم يذكر يعني أعز أصحابه لديه، عم يذكرهم بهذه القضية. بعدين طبعا أراد النبي أن يكافئه لأبي الهيثم، قال له: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: إذا أتانا سبي فأتنا، يعني هنا السبي المراد من يسبى في المعارك ويكون رقيقا. نعم. فأتاه وقال للنبي: أنت اختر لي. قال: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوص به معروفا. شوفوا فهم أم الهيثم، الله يرضى عنا أم هيثم. إيه نعم، لما نقل لها كلام النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا ليش نقل لها كلام النبي؟ لأنه هي بدها تقول له مساح إيه محط ما بعرف إيه، قال: ديري بالك النبي قال واستوصي به معروفا. فقالت له هذا الكلام: أنت لن تبلغ حق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إلا بأن تعتق، بتكون أنت توصيت فيه مظبوط. قال: إذن هو عتيق، وأعتقه. إيه نعم. فالنبي دعا لهم، شوفوا القضية، إنه لما
قال غفر الله لهم. فهذا أمر عظيم جدا. قديش فهم أبو الهيثم وأم الهيثم جاءهم دعوة النبي أهم من هذا الخادم. نعم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأله خبالا. شو معنات البطانة إخواني؟ البطانة هو أخص أصحابك وأحبابك وأصدقائك الذين تبوح لهم بسرك، هذا بيكون ألصق الناس بك، بسموه وليجة. الوليجة يلي هو يلج عليك وبيعرف كل أسرارك. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي وارد ذكره بالقرآن الكريم. فالبطانة هي، وليش سماها بطانة؟ لأنه أقرب الناس إليك. طيب ليش النبي قال هالكلام؟ شو مناسبته؟ مناسبته أم الهيثم. أم الهيثم هي كانت بطانة أبي الهيثم. فهذه أم الهيثم الله يرضى عنها، نعم كانت بطانة خير، أمرته بالمعروف. ماذا قالت له؟ إذا بدك أنت تطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام على المضبوط اعتقه. هو اعتقه. إيه نعم. فهي كمان بشارة لأبي الهيثم بأن امرأته من بطانة الخير التي أمرته بالمعروف ونهته عن المنكر. وبطانة الله يجيرنا منها، قال لا تألوه خبالا، يعني لا تقصر في إفساد أمره وتحسين الشر له. إيه نعم. يعني لو كان غير أم هيثم قالت له ابعته إلى عنا كم حجر من هون ويركز لنا الحيط ويركز لنا ويحفر البير، صار لهم زمان ما طالع المي منه، كان شغلته لحتى عاف حاله هذا الرجل. فشايفين الله يرضى عنا أم الهيثم كانت بطانة خير لأبي الهيثم. فهذا بخصوصها. والحقيقة أن الحديث عام لكي ينتقي الإنسان لنفسه بطانة خير. أعكن تنتقوا بطانة سوء تفسد أموركم وتزين الشر في عيونكم. الله يجيرنا. لأن النبي شو قال؟ شوفوا كالكلام الجميل احفظوه: ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. يعني الذي وقي هذه البطانة السوء بيكون حفظ فعلا. اللهم قنا بطانة السوء وقنا السوء كله. ثم قال الترمذي: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر قال حدثني قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين. لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. كذلك سيدنا سعد هنا يعطينا صورة عما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة العيش ومن شظف العيش ومن خشونة العيش ومن الحرمان في حياتهم عليهم رضوان الله تعالى. فسعد هو يقول: أول من رمى بسهم في سبيل الله. والنبي كما تعلمون قال سعد جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أبويه يوم أحد، فقال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. نياله هذا الكلام من النبي لسيدنا سعد رضي الله عنه. نعم. قال: لقد رأيتني أغزو في العصابة، يعني في الجماعة من أصحاب محمد. شو يأكلوا؟ شو الزوادة اللي كانت عندهم؟ ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، يعني نوع من أشجار البادية، هذا اللي صاحح لهم ورضيانين ومبسوطين وعم يذكروا هذا. رواية مسلم: ما نأكل إلا ورق السمر والحبلة، عواض الشجر السمر. السمر والحبلة كلاهما
من أشجار البادية بشكل عام. يعني كانوا في الغزوة وين موجودين؟ بيكونوا بصحراء، بيكونوا بادية، ما في زوادة، ما في شو يعني، ما في إمداد وتموين، ما عندهم غير ما يجدونه من هذه الأوراق. حتى شو قال؟ تقرحت أشداقنا. الأشداق كما نعلمون باطن الخد من الفم، تقرحت، صار فيها قروح، صار فيها جروح من خشونة الورق ومن جفاف الورق وحرارته. نعم، حتى إن أحدنا يضع كما تضع الشاة البعير، ناشفة جدا مثل البعر. شايفين كيف صبروا على هذا؟ الله يرضى عنهم. فسيدنا سعد عم يتكلم إنه هيك عشنا وهكذا بدأنا. بعدين أصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، هي قبيلة في الكوفة، هؤلاء شكوا سيدنا سعدا إلى عمر بن الخطاب وقالوا له لا يحسن يصلي. تصوروا هالقبيلة اللي بالكوفة نقلوا لسيدنا عمر إنه سعد ما بيعرف يصلي. قال أنا ما بعرف صلي. نعم، لذلك شو قال؟ لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. فأهل الكوفة كان معروفين بأنهم أهل لجج. نعم، وكان معروفين بأنه أهل يعني شكاوى كتير. نعم، أهل عي يعني. نعم، فشكوا سيدنا سعدا إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لهم هلأ بدهم يعلموني الدين، هن يعزرونني. شو معناتها؟ يؤدبونني ويعلمونني. فأنا اللي كنت أصلا من السابقين في الإسلام وصحبت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، والنبي دعالي، وبالأخير بدهم يعلموني الدين. فطبعا هنا لما قال سيدنا سعد ذلك؟ قد واحد يقول إيه، هو عم يحكي عن صفاته وعم يمدح نفسه، شلون واحد بيمدح نفسه؟ قال هذا في معرض الدفاع عن نفسه. تمام، هو عم يدافع عن نفسه ويبين جهالة الناس، جهالة أهل الكوفة الذين اتهموه بأنه لا يحسن يصلي. الحديث طويل موجود كمالته في صحيح البخاري وغيره، كيف استدعى سيدنا عمر الله يرضى عنه وبحث معه هذه القضية لحتى وصلوا للنتيجة الأخيرة. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتوة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم بأقصى بلاد العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقام عتوة بن غزوان فقال لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. قال فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدي. كذلك هذا حديث آخر عن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه. قال عتبة قال له عمر هو وفئة انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم بأقصى بلاد العرب وأدنى بلاد أرض العجم، يعني بحدود آخر منطقة بأرض العرب يلي هي عند البصرة، وأدنى بلاد أرض العجم يلي لهم منسميها إيران، هي أرض العجم. نعم، فانطلقوا. طبعا هنا في رواية عند الطبري حتى إذا كنتم بأقصى بلاد العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقيموا، يعني بيعطي
جواب إذا. إذا وصلتم إلى هنا فأقيموا. هون يظهر أنه حذفها لأنها قد تكون مفهومة، أنه حتى إذا كنتم خلاص معناتها حتعدوا هون. فهم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد. المربد هو بالنتيجة، هو بالأصل المربد الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، بسموه مربد، أو الموضع الذي يجعل فيه التمر ليجفف كذلك اسمه مربد. بس هذا المربد هو ضاحية من ضواحي البصرة، ولذلك يقولون عنه مربد البصرة، مربد البصرة. وكان هذه الضاحية على بعد تقريبا أميال من البصرة، وكانت سوقا للإبل. يعني لما سموها مربد لأنه كان يحبس فيها الإبل، كانت سوقا للإبل، وكانت بوابة إلى البصرة. هي عم نحكي بالشرح تبعها بأنه من أراد أن يدخل من البادية إلى البصرة فعن طريق مربد البصرة، ومن أراد أن يخرج من البصرة إلى البادية فمن هذا المربد. يعني هذا المربد كان بوابة البصرة. آدم مشان تعرفوا وين موضع هذا المكان. المهم وجدوا هذا الكذان، عم بقول يعني الحجارة الرخوة، يعني كانت تتميز بهذه الحجارة. بعدين قالوا شو هالمكان؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير، يعني قبالة الجسر الصغير، قالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. كمالت الحديث يقول فقال عتبة، يعني هون في برواية مسلم إنه قام خطب فيهم باللي كانوا معه، قام فقال لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. يعني مع النبي هيك كانوا، لسابع سبعة مع رسول الله. شايفين كم صحابي ذكر هذا؟ ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. قال فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد. مين سعد؟ ابن أبي وقاص. قسمتها بيني وبينه. في رواية مسلم فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. هي البردة قسمها نصين، كل واحد عمل إزار بالنصف الذي أخذه. بعدين عم بيقول عتبة فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار. هدول السبعة صاروا كلهم ما شاء الله فيما بعد، كل واحد أمير مصر من الأمصار بعد أن عاشوا هذه الحياة الشديدة الشاقة الصعبة الخشنة. إيه نعم، ثم صاروا إلى ما صاروا إليه. شو قال العتبة برواية صحيح مسلم والإمام أحمد في كلمة كتير جميلة؟ شو قال؟ قال بعد ما قال فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، قال وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. شوف خايفين، أنا صح أمير بس خاف أكون عند الله صغير. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. هذا أمر كلاتنا منخاف منه، ما هيك؟ إنه الإنسان يتعظم بنفسه ويكون عند الله ما له قيمة نهائيا. الله يتوب علينا بجاه لا إله إلا الله. ثم قال وستجربون الأمراء بعدي، يعني بتشوفوا الفرق بيننا وبين غيرنا، لحنا الذين صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. كذلك هذه صورة أخرى من صور
عيش النبي عليه الصلاة والسلام. أخفت في الله وما يخاف أحد، لأن كنت وحدي في الدعوة، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد، أنه دل أنه كيف كان النبي بدأ وحده عليه الصلاة والسلام، ما كان معه أحد، فالإيذاء والتهديد كان متوجه لمن؟ للنبي فقط. ومع ذلك ما بكفي أنه خوف وإيذاء، كذلك قل الطعام فوق هذا كله. ولقد أتت علي 30، يعني حوالي شهر، ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. كان جيب تحت إبطه شوية أكل، شوية خبز إلى آخره، الله أعلم خبز جاف جفر خشن، هذا كان عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترمذي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أنبأنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفاف. شو معنى الكلام؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع بين خبز ولحم إلا إذا كان عنده ضيوف، إذا عنده جماعة، لأن الضفاف قال عبد الله، يعني ابن عبد الرحمن هذا الشيخ الترمذي، قال بعضهم هو كثرة الأيدي، وهذا مر معنا، بتتذكروا هذا الحديث مر معنا، أن النبي ما شبع إلا على ضفاف، يعني ما كان يشبع إلا إذا في ضيوف، ضل عم يأكل حتى إيه، حتى ما يتركوا، لأنه إذا صاحب البيت أكل لقمتين وانسحب شو بيصير بالضيوف؟ بيستحوا، بيحملوا حالهم وبيمشوا. إيه نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتمع خبز ولحم لما بيكون في اجتماع الناس. شوفوا شو فهم ابن حبان من هالحديث هذا، هون فهمه كتير حلو وجميل ورائع، حبيت أن لكم إياه. ذكر ابن حبان هذا الحديث بعد حديث بالأول أنه النبي ما شبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه القلة من الطعام والشراب. بعد ذكر هذا الحديث تحت أي عنوان وضعه، إذا بتقرأوا كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بتشوفوا ابن حبان كل حديث ويحط له ترجمة، ترجمة يعني عنوان لحنا اليوم بنسميها، وهذه الترجمة التي يفهمها من الحديث، مثل ما كان يعمل مين؟ الإمام البخاري الله يرضى عنه. فعجبني أنا الترجمة تبع ابن حبان، فحبيت أن أقولكم إياها لأنه كتير جميلة. شو قال بعد ما ذكر أن النبي ما شبع من خبز الشعير ومر عليه شهر واثنين وما يأكل إلا التمر والماء؟ قال ذكر الخبر الدال على أن هذه الحالة للمصطفى صلى الله عليه وسلم كانت حالة اختيار للاضطرار، يعني هو اختار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. والله فهم جميل. ذكر الخبر الدال على أن هذه الحالة للمصطفى صلى الله عليه وسلم كانت حالة اختيار للاضطرار، بدليل لما يجي ضيوف شو يساوي؟ جيب لهم لحم ويأكلوا خبز ولحم. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي أنه قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت له يا أبا محمد ما يبكي؟ قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. يعني تألم أنه كيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام وعنا لحنا اليوم الأكل والشرب والخبز واللحم، فيا ترى هل هذا هو الخير لنا؟ هيك عم بيقول
سيدنا عبد الرحمن بن عوف، الله يرضى عنهم جميعا ويرزقنا القناعة في هذه الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، والمهم يعني نحن نفهم من هذا أنه الإنسان ما يكون هاكل هم بطنه، هي النتيجة. ما هيك؟ لا تهكلوا هم البطون. شو الله كتب لكم؟ بتقولوا الحمد لله، نعمة بفضل الله عز وجل، شو ما أكلتوا نعمة من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.